النقود محل اهتمام كثير من الناس، والحقيقة إننا لن نبالغ عندما نقول إنها محل اهتمام كل الناس، لدرجة أصبحت معها الحياة تتوقف على هذه النقود، بحيث أيضا لا يمكن ليومنا أن يمر دون استخدامها، حتى أصبحت تمثل شريان الحياة. ولكن إن تأملنا أوجه تلك العملات سوف نرى وجها لا يعكس فقط قيمتها النقدية، وإنما يعكس قصة من الأصالة والحضارة والتاريخ. قصة لصورة على ورق. هنا يقف التاريخ متأملا ليكتب بحروف من نور تاريخ حضارة أضاء شعاعها وسط النهار. هنا حيث يتوقف بك الزمان أمام سحر العظمة وشموخ الكبرياء. من هنا تبدأ القصة إذن، قصة مسجد ومدرسة السلطان حسن. المسجد الذي رسم على ورقة 100 جنيه عام 1978 من الميلاد، وهو نفس العام الذي شهد ظهور ورقة 100 جنيه مرة أخرى، بعد أن كان الرئيس جمال عبد الناصر قد منع تداولها عام 1959 ميلاديا. هذا المسجد الذي شيد عام 757 من الهجرة بأمر من السلطان الناصر حسن ابن السلطان الناصر محمد بن قلاوون. يمثل هذا المسجد أحد أهم المعالم الإسلامية التي تتميز بالتنوع والثراء المعماري الفريد. احنا كان عندنا دايما بيبقى في معلم العمارة زمان أو المعماري ومعاه مساعدين، كل واحد بيعمل جزء وكده، ودي كانت آخر دراسة اتعملت في أكاديمية موسكو للعمارة، فأثبتوا لنا فعلا إن لازم يكون في عدة مهندسين عملوا تصميمات، وبعدين معلم العمارة اللي جمع التصميمات كلها وكون لنا المبنى اللي احنا بنقول عليه الهرم بتاع الآثار الإسلامية في مصر. يعتبر هذا المسجد بحق أعظم المساجد المملوكية، فقد جمع بين ضخامة البناء وجلال الهندسة، حتى قيل إنه إن كان لمصر الفرعونية أن تفتخر بأهراماتها فلمصر الإسلامية أن تأتيها عجبا بمسجد السلطان حسن. واختار له السلطان مكانا متميزا تجاه قلعة الجبل، قلعة صلاح الدين، ليكون على طريق المواكب السلطانية. الموقع اللي هو اختاره كان جميل جدا، اللي هو أمام قلعة الجبل، مقر الحكم في الوقت ده اللي بناه صلاح الدين وكمله الخلفاء بتوعه، وقعد مقر الحكم لغاية القرن 19. تاني حاجة هو اختاره على الطريق للمواكب السلطانية. المواكب السلطانية كانت بتمشي جوه القاهرة لغاية ما بتطلع من الجنوب من باب زويلة، وبعدين بتخش منطقة الدرب الأحمر وبتاخد شارع سوق السلاح وبتكسر على قلعة الجبل. فهلاقي حتى الواجهة بتاعته فيها ميل ناحية الشرق شوية، بحيث إن السلطان بيبقى ماشي وهو جاي في الموكب السلطاني بتاعه بيبقى شايف
تفاصيل البوابة كلها وتفاصيل الواجهة لغاية التربة بتاعته. ويتكون المسجد من 4 أواوين، أكبرهم هو إيوان القبلة، والذي أمر السلطان أن يكون تصميمه أكبر من إيوان كسرى في هذا الوقت. هذا الإيوان اللي بيبلغ ارتفاعه أكثر من 28 متر، أكبر ارتفاع في العالم، في إيوانات في العالم. ولم يبنى هذا الإيوان على عمود، لا يوجد فيه أعمدة، وإنما وضع هذا الإيوان أو صمم هذا الإيوان على قالب، يعتبر من أعظم الإيوانات ومعجزة معمارية في العالم. تتوسط هذه الإيوانات قبة معقودة كانت وما زالت تستخدم للوضوء. وأدى الموقع المتميز لجامع السلطان حسن دوراً مهماً في تاريخ مصر، فكان إذا حدثت ثورة أو فتنة بين الأمراء والسلطة الحاكمة، كانت القلعة هي الشغل الشاغل للثوار في محاولة للسيطرة على مقر الحكم بالقلعة، وكان مسجد السلطان حسن هو الطريق إلى تحقيق هذه الغاية. لما بنقرأ الأحداث التاريخية هنلاقي السلطان زهر برقوق، ده كان أول بيعتبروا أول دولة المماليك الجراكسة أو دولة المماليك الثانية، فكان المماليك بيتكوموا وبيطلعوا فوق سطح الجامع وحوالين القبة وبيكسفوا على القلعة. فلما رجع تولى السلطنة مرة تانية، اللي حصل إنه هو لحد النهاردة هنلاقي مكسر السلالم اللي بتطلع للمأذنة من فوق السطح هنلاقيها لحد النهاردة، وراح قفل لنا البوابة الرئيسية بتاعة الجامع وسدها بالمباني وخد فتوى فعلا، وبقت الناس تخش من شباك في القبة عشان توصل للجامع. هنا في مسجد السلطان حسن حيث تغمرك روحانية عظيمة، روحانية تنقلك من عناء الدنيا إلى سكينة بيت الله. ويعتبر مسجد السلطان حسن صرحا علميا عظيما، حيث احتوى على 4 مدارس فرعية لتدريس العلوم الشرعية، هي المدرسة الحنفية والمالكية والحنبلية وأيضا الشافعية. السلطان حسن كان حريص، بعد انه شاب صغير كان حريص على ان يجمع اصحاب المذاهب الأربعة بالأئمة بقاضي القضاء، وكلهم يتناقشوا في المسائل الفقهية مع بعضهم، وكان لهم جلسات أسبوعية إن هم يتناقشوا في المذاهب الأربعة. فالسلطان حسن أول من جعل في جامع المذاهب الأربعة. ولا يزال مسجد السلطان حسن منبعا للعلوم، تقام فيه إلى الآن حلقات علمية لكبار علماء الدين. في الحقيقة مسجد السلطان حسن كمسجد أثري بناه السلطان حسن، في الحقيقة هو بيعكس التنوع والتعدد الذي صارت
عليه مصر والذي يعكس حقيقة الإسلام من حيث الوسطية. في الحقيقة مسجد السلطان حسن مدرسة من المدارس الكبرى والمساجد الكبرى التي ظهرت في مصر بجوار أو بعد الجامع الأزهر، كمسجد أيضا عمرو بن العاص وغيره من المساجد الكبرى. ونأمل أن تتعدد هذه المدارس وهذه المساجد وأن تتحول المساجد الأثرية الكبرى إلى مدارس عريقة ينتشر فيها العلم وتبعث فيها النهضة والفكر والثقافة من جديد مرة أخرى. أحد أهم المعالم الإسلامية التي لا يخلو برنامج سياحي من زيارته، يتوافد عليه السائحون والوافدون وكبار الزوار. كان أبرزهم في الفترة الأخيرة الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزيرة خارجيته السابقة هيلاري كلينتون. مسجد السلطان حسن في مكان متميز جداً، وفي سنة 2009 لما جه أوباما في زيارته التاريخية لمصر يعني زار ثلاث أماكن يعني اعتبروا هما المعالم الأساسية للقاهرة: الأهرامات وجامعة القاهرة ومسجد السلطان حسن. والحطله الاختيار ده كان اختيار شديد التوفيق، لأنه بس المسجد مش تعبير عن الإسلام كرمز للإسلام، يعني أنه الهرم رمز للفراعنة، لا، المسجد هو تعبير عن فن وحضارة المسلمين بالمعنى الحقيقي. ولكن في الحقيقة لم تكن هذه القصة كاملة. تعرضت مصر في الفترات السابقة من أول 25 يناير مدة 4 أو 5 سنوات لتعثر في السياحة، وبالتالي هتتعثر المشاريع الترميم، تعثرت مشاريع الترميم، وده السمة العامة للدولة كلها. جامع السلطان حسن كمنشأة عملاقة وجامع محتاج لأعمال ترميم وصيانة، بل محتاج لفرق الترميم متواجدة في قلب المكان لأعمال الترميم والصيانة. الأحمر اللي هي تاريخيا جغرافيا وتاريخيا برضو بيتبعها مسجد السلطان حسن منطقة مهملة أثريا لعدم وجود تمويل وفاند يعني أنه يتم الإنفاق عليها. الشغل اللي حصل فيها شغل كله منظمات اشتغلت بشكل جزئي على مناطق زي الأغا خان على سبيل المثال، وانتهت علاقتها سنة 2003-2004 بالمكان، والمكان متوقف. وأنا شايفة أنه الاهتمام بالسلطان حسن مش بيكون أن أنت بتحافظ على المسجد قائم، لا، الاهتمام بيه أنك تحافظ على المحيط التاريخي اللي هو موجود فيه يعني وتعرف الناس بأهمية ده. جميل جدا ان الدولة خلدت الاثار بتاعتنا المهمة في القاهرة الاسلامية على العملات المختلفة، انما الاجمل ان هي تحافظ عليها وتوعي الناس، لان احنا عندنا المدينة الاسلامية جوه القاهرة الحديثة، فالمشكلة انها مستعملة يوميا. فنتمنى ان الحكومة تهتم اكتر بتوعية الناس ان يحافظ الاثار اللي هم على الاثار اللي هم عايشين في وسطها. حكايات لعملات تحمل بين أوراقها
حضارة وتعكس تاريخ أمة كانت في يوم مشرقة. حكاية تنتهي وأخرى تبدأ. Thank you.